مباشرة ينضم إلينا الآن المحلل السياسي والمختص القانوني المحامي محمد دحلي. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، خطوة من هذا النوع تتخذها أستراليا تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية كذلك، ما الرسائل المباشرة وغير المباشرة للحكومة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني رأينا أن الحكومة الإسرائيلية تلقتها كصفعة بالواقع وكخطوة مفاجئة لم تتوقعها، خاصة من دولة مثل أستراليا تعتبر من الدول المقربة والحليفة لإسرائيل، وبالتالي كانت هذه الخطوة خطوة يعني فاجأتهم جدا، وقد عبروا عن امتعاضهم الشديد لهذه الخطوة لدرجة أنه سيتم استدعاء السفير الأسترالي في تل أبيب من لمحادثة توضيحية كما هو معروف بالدبلوماسية الدولية أمام وزير الخارجية الإسرائيلي، وهي نوع من أنواع التعبير عن الامتعاض وتوبيخ لهذا السفير. ولكن يعني هذه الخطوة فلسطينيا ودوليا هي خطوة مهمة، هي خطوة على ما يبدو جاءت ليست ك يعني إنجاز كبير ربما للدبلوماسية الفلسطينية بقدر ما هي تجاوب مع ضغط شعبي كان موجود في أستراليا ورفض القرار السابق الذي اتخذ قبل 4 سنوات. ويجب أن ننتبه أن أستراليا في حينه لم تعترف مثل الولايات المتحدة بكل القدس كعاصمة لإسرائيل، وإنما اعترفت بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، وحتى عن هذا القرار عدلت الآن. ويجب أن نتذكر أيضا أنه على الرغم من ذلك الاعتراف أو ذلك القرار عام 2018 فإن أستراليا لم تنقل بالواقع سفارتها من تل أبيب إلى إسرائيل ولا ولو اليوم واحد، وبالتالي السفارة بقيت في تل أبيب. يعني هذا موقف يدل على أن هنالك لا زالت أصوات قوية في المجتمع الدولي تؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاقية سلمية تؤدي إلى دولتين، الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام، مع تقاسم مدينة القدس كمدينة تكون عاصمة للدولتين. وهذا على ما يبدو ما تريد الرسالة التي تريد أستراليا أن تبعثها لمواطنيها أولا وللعالم ثانيا، وتريد أن تعود إلى سياستها التقليدية التي انتهجتها منذ ما بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهي السياسة التي تقول بأن القدس يجب أن يحسم أمرها في نهاية المطاف بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية المجاورة. أسأل سؤال من جانبين أستاذ محمد دحلي. أولا، هذه الخطوة كيف لها أن تدعم وتمكن أيضا الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي؟ ومن جانب آخر، وبما أنك ذكرت الجانب والمستوى الشعبي في هذه الخطوة بالتحديد، هل لذلك أن يدفع دول أخرى أو مؤسسات أو حكومات عفوا أخرى بأن تتخذ ذات القرار، أن تنظر إلى القضية بذات البعد؟ يعني على الشق الأول من السؤال، بطبيعة الحال هذا القرار يمكن أن يستغل فلسطينيا وأن يبنى عليه. ممكن للخارجية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية الآن أن تراجع الدول القليلة بالواقع التي اعترفت بالقدس كعاصمة لإسرائيل مثل هندوراس وأورغواي ومن 3 إلى 4 دول بحد أعلى. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر للأسف مفروغ منه، ولا أعتقد أنه بإمكان الدبلوماسية الفلسطينية والضغط الفلسطيني لوحده أن يثني الولايات المتحدة عن هذا القرار أو أن يلزمها أو يقنعها حتى بتغيير هذا القرار. ولكن دول أخرى مثل هندوراس وأورغواي برأيي الإمكانية واردة، وبإمكان الفلسطينيين وحلفائهم في العالم العمل من أجل تصويب الخطأ الذي حصل قبل بضع سنوات بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل قبل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقبل إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتعون فيها بحرية وكرامة وحق تقرير المصير. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، لا شك أخي أمير بأن العمل على المستوى الشعبي بات من أهم الأمور الفلسطينية بعد أن يعني أصبح من الصعب جدا التأثير مباشرة على الحكومات في مختلف دول العالم بسبب مصالح متشعبة لهذه الحكومات مع حكومة إسرائيل وصادراتها العسكرية والأمنية والتكنولوجية وما إلى ذلك. نرى أن الجيل الشباب
في فلسطين وخارج فلسطين، الذين يحملون هذه القضية عبر مختلف الأدوات وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا النوع من النضال، النضال الشعبي الذي يصل صوته إلى كافة أرجاء المعمورة، وخاصة إلى جيل الشباب في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك على فكرة في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، يتجاوزون بالتالي الخطوط التحريرية ربما للإعلام المركزي في الكثير من الدول ويوصلون الرسائل بشكل مباشر. أشكرك جزيل الشكر المحامي محمد دحلي، المحلل السياسي والمختص القانوني.